مها صبري نزلت الفجالة تشوف فجالة هي المكان التقليدي اللي فيه بقى كل أدوات المدرسة والكشاكيل، لسه أدوات المدرسة، لسه الكشاكيل، لسه الأقلام موجودة. خلونا نشوف ماذا عن الأدوات المدرسية هذا العام. انطلاق الموسم الدراسي الجديد من كل عام بتنتعش حركة بيع وشراء المستلزمات المدرسية هنا في منطقة الفجالة، واللي بيلجأ ليها كتير من أولياء الأمور والطلاب. فدلوقتي هاخد حضراتكم جولة سريعة في منطقة الفجالة عشان نتعرف عن قرب عن الأسعار ومدى الإقبال السنة دي. كورونا والتعليم عن بعد كان ليهم تأثير سلبي نوعا ما على تجار المستلزمات المدرسية. الإقبال بالظبط ما يتعداش 60% من السنة اللي فاتت. كل اللي جاي يشتري ما بيقول لي أنا مفيش مدارس السنة دي، بياخد يعني حاجات معينة بس، يعني ياخد كشكولين ثلاثة، ياخد باكو. كشكول ده بيقف بجنيه ونص، وباكو الكراس بيه 20 ب 20 جنيه، تقف الكراسة بجنيه. واللي السلك رخص، اللي كان ب 15 بقى ب 10، واللي كان 10 بقى ب 7، يعني رخص أكتر من 25% الحمد لله يعني. الأسعار تعتبر يعني مناسبة، يعني كويسة، مش اقل حاجه ومش اغلى حاجه، تعتبر متوسطه يعني. ممتازه غير المكتبات، لان هنا يعتبر زي اسعار جمله. دسته القلم الاقلام ب 21 جنيه، ممكن بره تجيب القلم ب 5 جنيه. السنه دي اعلى شويه، اعلى من السنه اللي فاتت. الاسعار السنه فاتت كانت افضل شويه. سوق الفجاله للادوات المدرسيه بيوفر الوقت والمجهود والجوده والاسعار المعقوله بالنسبه للمواطن، لكن بالنسبه للتجار السنه دي هو موسم دراسي استثنائي لان الاقبال بيقل رغم انخفاض الاسعار. مها صبري، كلمه اخيره، قناه أم.